والآن مع أخبار الطقس نتحول فيها من جديد إلى مصطفى النزار. تفضل مصطفى. شكرا إيمان من جديد على هذا العرض. شكرا أيضا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضرتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة في الجنوب. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 21 درجة والصغرى 11 درجة، الجو فيها يكون معتدل. في الإسكندرية 20 درجة 11 يكون الجو معتدل أيضا، في مطروح 19 10 الجو فيها معتدل، في بورسعيد 20 13 الجو معتدل، في الإسماعيلية 21 9 يكون الجو أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 21 درجة والصغرى 10 درجات ويكون أيضا الجو فيها معتدل. في العريش درجة الحرارة العظمى هناك 19 درجة والصغرى 9 درجات، الجو فيها مائل للبرودة، في طابة 20 10 معتدل، في شرم الشيخ 25 15 يكون الجو فيها معتدل، في الغردقة 24 13 الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 25 درجة مئوية والصغرى 8 درجات، يكون الجو فيها معتدل. في أسوان 27 درجة والصغرى 10 درجات، الجو فيها أيضا معتدل. في الوادي الجديد 24 5 معتدل، في شلاتين 26 16 يكون الجو معتدل، وأخيرا في حلايب 23 18 الجو فيها أيضا معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.